يقول: نحن نملك عددا من الأغنام وما ينتج عنها من فضلات وروث أجلكم الله، نجمعه ونكدسه، ولأننا لا نملك مزارع لنستفيد منه فإننا نسأل: هل يجوز بيعه ويحل أكل ثمنه أم لا يجوز؟ لا بأس ببيع السماد الطاهر مثل سماد الأغنام والإبل والبقر، وروث ما يؤكل لحمه طاهر، وبيعه لا بأس به، وثمنه طيب لا حرج فيه. إنما الذي فيه الاشتباه والإشكال هو السماد النجس أو المتنجس، هذا هو الذي فيه الإشكال وفيه الخلاف. أما السماد الطاهر الذي من حيوان مأكول، هذا لا بأس باستعماله ولا بأس ببيعه وأكل ثمنه. نعم.